السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي قبل متابعي قناة ليد جيمز وكل الأشياء كلها بجانبكم فيديو جديد بالقناة من لعبة مودرن وارشيب. نعم يا شباب، وصل تحديث جديد اليوم، وهذا التحديث بشغلة أعتبرها أفضل شيء سوته الشركة للاعبين اللي ما يدفعون فلوس. أفضل شيء سوته الشركة للاعبين اللي ما يدفعون فلوس. بعضكم عرف الشغلة، بعضكم والكثير منكم ما يدري بالشغلة. راح نحكي ان شاء الله بهذا المقطع، لكن المقطع يستاهل 500 لايك، 1000 لايك، بكيفكم انتم وكرمكم. اوكي يا شباب، بالنسبة لشيء مهم قبل ما ابدي بالشرح، اهل الايفون التحديث الشركة رفعته، لكن تقول انتظر موافقة الاب ستور يعني المتجر حتى يظهر لكم، اتوقع يوم او غدا او بعد غدا نقص حد ويوصل التحديث لاهل الاي او اس. يا شباب، الامر الاساسي بهذا التحديث هو الباتل باس. تعرفون انه احنا الباتل باس كنا نعاني من نكمل مهام، نحتاج وقت اذا بدنا نكمل مهمه مهمه، يعني انت بتكمل مهمه باليوم يعطيك 40 نقطه. ال40 نقطه تكمل لك مهمه وتمشي بالخط شويه. ليش؟ كل مهمه باتل باس تحتاج 30 نقطه، يعني انت بال40 نقطه تكمل مهمه وتعبر 10 نقاط على المهمه الثانيه، واليوم الثاني تكمل مهمة وتحصل 20 نقطة على المهمة الثالثة. هذا قد يكون بعض الأحيان مزعج لناس اللي تلعب مهمة واحدة باليوم واللي ما عندها وقت. أوكي، الآن الشركة سهلت الأمر بشكل كبير. شلون؟ بعد التحديث اللي نزل اليوم، الطبع على المهام صار عندك هنا 80 نقطة المكافأة مال إكمال المهمة الواحدة. كان 40 نقطة صار 80. حلو، يعني انت من خلال مهمة واحدة راح تكمل مهمتين بالاضافة الى زيادة، شنو زيادة؟ 20 نقطة، يعني انت قريب من تكمل 3 ليفلات بالمهمة الواحدة، وهذا شيء جدا جميل. اذا عندك امكانية تكمل مهمتين باليوم او تعيد المهمة مرة ثانية راح تحصل 160 نقطة. 160 نقطة راح تعبر بيها اكثر من 5 ليفلات. يا الهي، متخيلين هذا الامر؟ يعني اكو ناس جوز كانت تخلص، ذو الناس اللي يشدون من اللعبة يخلص المهام الرويال باس باسبوع بست ايام، الان يقدر يخلصها بثلاث ايام او يومين ويعيد ويخلص ويعيد. ايش راح يفيدك هذا الشيء؟ ركز لي، ركز لي زين، شنو راح يفيدك؟ انا اقول لك، تعال تعال شويه. مثلا احنا عندنا شنو؟ احنا عندنا بهذا السيزون، هسه تشوفوه قدامكم اللي بعد ما وصلكم انتم الجديد، عندنا هذا المدفع بالرويال باس مجانا، وعندنا سفينه بالرويال باس مجانا. تقدر تحصل هذا المدفع 10 مرات وتبيعه مثلا 100 ارت كوين مثلا، يعني تقدر تحصل 1000 ارت كوين فقط من هذا المدفع. حلوين، عاد ممكن تحصل لك 500 ارت كوين من الغواصة. حلوين، هي حلوين، ليش لا؟ السيزون القادم عندك دفاع جوي، وعندك بي واحد لانسر، وعندك سفينة. تخيل انه البي واحد لانسر والدفاع الجوي تحصلن 5 إلى 10 مرات، وسعر البي واحد لانسر يا شباب بالمزاد العلني لو نأتي الى سعرها 500 ارت كوين تقريبا، انت محصلها 10 مرات، تبيعها على 500 تحصل ويا الضرائب مستقطعة قريبة توصل جد 8000 8500. يا الهي، يعني هنا أنا اللعب يحلو يا شباب. هنا أنا شنو؟ هنا أنا تقدر تتاجر بالارت كوين بشكل ممتاز. الشركة سوت هاي الشغلة، انا قلتها وارجع قبل بداية المقطع، افضل شغلة مجانية او افضل شغله سوتها للناس اللي يلعبون مجانا وبدون ما يدفعوا فلوس. افضل من حدث، افضل من كل شيء. انا برايي افضل من اي حدث يجينا، وافضل من اي حدث جولد او كود او غيرها من الامور. لا، هذا شيء ممتاز، ممتاز جدا. فيا شباب، فرصه ثمينه جدا حتتكمل مهام الرويال باس. الان سؤال اخير يتبادر لاذهان المتابعين، يا ليت هل هذا مؤقت ام لا؟ للامانه ما ادري، لكن المفروض يكون مو مؤقت. على الاقل السيزون القادم راح يكون كله على هالنمط هذا، يعني السيزون القادم راح يكون كله على النمط هذا. ممكن بالتحديث القادم، ما ادري، اقول ما ادري هنا أنا. ممكن
اما يرجع قديم او يظل على وضعه. واتوقع الشركة تخليه على هذا الامر حتى تحمس الناس لدخول اللعبة اكثر، يعني هذا الشيء يحفزك انت تدخل اللعبة تكمل مهام الرويال باس. لا تنسوا اللايك والمشاركة، ويا رب وضحت الفكرة بشكل كامل، ومبروك لكم السيزون القادم 4 5 مرات، وانا وياكم ان شاء الله احاول اكمله بسهوله تامه، واخلي اقضي بواحد لانسر مرتين ثلاثه واقوم ابيع اتداول بيها، وكذلك الدفاع الجوي. في امان الله.